السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في قناتي الثانية بيتي جنتي. إن شاء الله تنال إعجابكم. الفيديو تاع اليوم عبارة عن روتيني في تحضير وجبة عشاء أو غداء للضيوف، وجبة عشاء للضيوف صيفية خفيفة جدا سريعة. نتمنى تنال إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله الفيديو هذا يكون خفيف عليكم، فرجة ممتعة. وما تنساوش الاشتراك في قناتي بضغط الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هنروح مع بعض نشوفوا الفيديو. والخطوة كما تشوفوا راني حطيت الفلفل المشوي، راح ندير حمص ان شاء الله. كنت حضرت معكم في فيديو سابق، نحط لكم الرابط تحضيره بالتفصيل في صندوق الوصف في قناتي الاولى. تشوفوا شوية ثم نحضر في نفس الوقت اللي راهي تشوف الفلفل، راح نحضر سلطة. نغسلها المليح، نحطها في الماء. عندي طماطم وسلطة خضراء، جزر، خيار، يعني سلطة خفيفة صيفية. نغسلهم مليح بالماء ثم نعاود نغسلهم مرة اخرى ونضعهم في الخل باش هذيك السلطة تتنقى مليح وتطلي بنة رائعة. بالنسبة للأواني أنا راح نغسلهم، مش راح نخليهم. نغسل الأواني كامل اللي يطيحوا لي، أنا شعلت لافيسيل آلة غسل الأواني، وهذا راح نغسلهم بيديا. ما سكنوش ما نخلي حتى حاجة كذا باش ما تتراكمليش الأواني فوق بعضهم. الآن راح نقوم بتحضير الشربة، راح ندير إن شاء الله شربة الفريك. كنت حضرتها مسبقة في فيديو سابق، حط لكم رابط تحضيرها في صندوق الوصف بالتفصيل إذا حبيتو. كما شفتوني جبت حبة طماطم كبيرة، حبة نصف حبة بصلة فرمتهم كامل ناعمين، وحبة ثوم، ثم أضفت القليل من الرند، وأضفت مرسو تاع لحم. بالنسبة للحم تقدروا تستغنيو على اللحم وتديرو دجاج، أنا نفضل الدجاج أحسن. ونضيف مجموعة من البهارات اللي هي عبارة عن طماطم مصبرة، فلفل أحمر، كمون، كزبرة، غبرة، دبشة، أيضا زيت. نحمسهم قليلا كما تشوفوا ثمان مرات. الوقت اللي راه يطيب فيه الشربة تاعي راح نحط الخطوة نقوم بها، راح نسبك في الطماطم، نقشرها ونقطعها إلى قطع صغيرة، ونضيف لها الملح والزيت ونخليها تطيب على نار هادئة. الوقت اللي نوجد فيه أنا نقشر فيه الفلفل ونقطعه إلى شرائح رقيقة. بعد اللي طابت الطماطم تاعي راح نضيف لها الفلفل كما تشوفوا، خليها على نار متوسطة حتى نطيب. بالنسبه للشربه راني حط فيها الفريك. الان راح نمر لتجهيز السلطه كما راكم تشوفوا. راح نقطع سلطه عاديه، سلطه عاديه تزيين بسيط جدا، ونحط فيها كما تشوفوا سلطه ورق اخضر، خيار، طماطم، الجزر بعد اللي كنت فرمته، وزيتون، وطونه عاديه بالزيت، وزيتون اخضر او اسود الشيء المتوفر. ايضا اضفت فيها الكورنيشون، يعني سلطة عادية جدا. إذا كنت بغيتوا سلطات مختلفة أخرى تكون راقية حطوا لي في طيلة تعليقات في التعليقات اللي تحت. إن شاء الله راح ندير لكم مجموعة من السلطات للضيوف. الآن راح نمر إن شاء الله في تحضير حشوة تاع الكخاب، تجيو رائعين جدا. كما تشوفوا عندي مجموعة من الفلفل والبصل، نقطعهم إلى قطع صغيرة، ثم ندير كمية من الزيت ونقليهم مليح في الزيت، ثم نضيف بعد اللي دبلو كما تشوفوا راح نضيف كمية من اللحم المفروم أو دجاج أو الشيء المتوفر، مجموعة من البهارات، ملح، فلفل أسود، كمون، بهارات مشكلة، ثوم حب أو ثوم مجفف، وخليها حتى الحشوة تاعي توجد إن شاء الله. بعد اللي طابوا لي كامل المكونات الحشوة تاعي راح نخليها تبرد، راح نغسل البلاك تاعي باش تقعد لي دايما نظيفة. شوفوا نستعمل هذا البرودوي، إن شاء الله راح نوريكم في الأيام القادمة. كم مليح نحيلها الدهون هذه كون نمسحها كما راكم تشوفوا. بالنسبة للأواني بعد اللي تغسلوا راح نحط كل حاجة في بلاصتها، الأطباق، الكؤوس، كل حاجة ننظمها في بلاصتها هكذا باش تقعد لي الكوزينة تاعي دايما نظيفة. ونفرغ على تغسل الأواني بعد العشاء، راح نعاود نعمرها بصحون العشاء كما راكم تشوفوا. نحط كل حاجة في بلاصتها. بعد اللي نظمت المطبخ تاعي كامل، حطيت كل حاجة في بلاصتها، المطبخ تاعي راه نظيف. الآن راح نقوم بحشو الكخاب اللي كنت جهزتهم. أنا هذو الكخاب جهزتهم من قبل، كانوا في المجمد. ندير كل كمية على حساب الاستعمال في باتي كويسون وفي ساشي الخاص بالكونجي كما راكم تشوفوا. نحشي عادي أوراق بشكل طولي أو بشكل مثلثات،
على كل حال راح نحط لكم الرابط تحضير هذه الوصفة في صندوق الوصف بالتفصيل. حشيتهم كامل نخليهم الى جنب حتى وقت نقليهم تكلوا سخونين، وتشوفوا المطبخ تاعي راه منظم ونظيف. راح نقلي لك الخبز تاعك وتشوفوا جبت كمية من لاشافلوغ وبيض، ضفت فيه ملح ملح وفلفل اسود، نديرهم في وسط هذاك البيض ثم نديرهم في وسط لاشابلوغ كما تشوفون. درت كميه لبس بها من الزيت راهي حمات، ونقليهم ويكونوا نحمرهم من الجهتين يكونوا واجدين ان شاء الله. اذا راح نقلي كميه من المركز كما تشوف، بعد اللي قليت هذوك الكخاف راح نقلي المركز تاعنا. عملي كخاف توعنا واجدين، يجيو مقرمشين، يجيو رائعين جدا، نتمنى تجربوهم. هلا المائدة تاعنا جاهزة، وجدت حطيت كلش كما تشوفوا الشربة والحميس وكلش حطيته فوق المائدة. بالنسبة للتحلية انا استعملت هذه التحلية، عطيتكم رابط تحضيرها في صندوق الوصف لاني ما درتهاش في نفس اليوم. ايضا درت تحلية المشمش، ايضا كنت لك الاختيار دي التحليه الاولى بالموز او التحليه الثانيه بالمشمش، يعني تجي تحليه خفيفه وصيفيه رائعه. اتمنى تجربوها. في الاخر ما عليا غير نقول طال في رواحكم، ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف عليكم ونال اعجابكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.